لدى تفضل سموه بافتتاح معرض الجواهر العربية 2018، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن نجاح مملكة البحرين في المحافظة على الانفتاح والتنوع الاقتصادي ساهم في تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات وجعل المملكة وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات والمعارض على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال سموه إن نجاح معرض الجواهر العربية في ترسيخ مكانته كحدث سنوي يحظى بإقبال متزايد على مستوى المنطقة والعالم، لما يعكس ما تشهده صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة من تطور نتيجة المزايا والمقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وما وصلت إليه المملكة من مكانة رائدة في هذا المجال. وأكد سموه أن تنامي نشاط صناعة المعارض والمؤتمرات مؤشر قوي على ما تشهده من تطور مستمر في بيئة الأعمال في ظل التسهيلات والحوافز التي تمنحها الحكومة، إضافة إلى تميز ما تقدمه من خدمات البنية التحتية واللوجستية وتوافر القدرات البشرية المؤهلة والمرافق الخدمية المتميزة من فنادق ومنشآت المعارض والمؤتمرات. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل بافتتاح معرض الجواهر العربية 2018 في نسخته 27 الذي يشارك فيه أكثر من 550 عارضا من 30 دولة يمثلون كبريات شركات المجوهرات والساعات الفاخرة والأحجار الكريمة والتحف الفنية وأدوات الكتابة الراقية. وقام سموه بجولة في أرجاء وأجنحة المعرض، حيث اطلع سموه على ما اشتمل عليه المعرض من منتجات متنوعة من المعروضات الفاخرة للعلامات التجارية الراقية التي تجسد روح الإبداع والفخامة التي يحرص المشاركون في معرض الجواهر العربية يحرصون على إبرازها بشكل مبهر كل عام. وأبدى سموه إعجابه بما اشتمل عليه المعرض في نسخته هذا العام من معروضات قيمة، مؤكدا سموه أن معرض البحرين للجواهر بات علامة بارزة في عالم صناعة الذهب والمجوهرات، تتسابق كبريات الشركات والعلامات التجارية على التواجد فيه نظرا لما يتمتع به المعرض من إقبال كبير على مستوى المنطقة. وعبر سموه عن اعتزازه بالسمعة والمكانة المتميزة التي تحظى بها صناعة الذهب والمجوهرات في المملكة، مشيرا سموه إلى ما تشكله هذه الصناعة العريقة من موروث حضاري وثقافي أصيل، إضافة إلى كونها رافدا حيويا مهما للاقتصاد الوطني. ونوه سموه بجهود المصممين والمبدعين البحرينيين الذين يعملون على دمج التراث البحريني الأصيل في صناعة الذهب والمجوهرات وتقديمها في صورة إبداع وصلت إلى العالمية. هذا وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم معرض الجواهر العربية والمشاركين فيه، مثنيا على جهودهم في تنظيم المعرض والتي تتميز بالابتكار والتجديد والحرص على إبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من إمكانيات متقدمة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات. من جانبه تقدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ببالغ التقدير وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه ورعايته الكريمة للفعاليات الاقتصادية الكبرى وذات السمعة والمستوى العالمي من الأهمية مثل معرض الجواهر العربية الذي وضع اسم البحرين على الأجندة العالمية للمعارض المتخصصة، مؤكدا سعادته بأن هذه الرعاية الكريمة تعكس اهتمام القيادة والحكومة الموقرتين باستقطاب المعارض العالمية المتخصصة وتسخير كل الإمكانيات والطاقات المتاحة لتطوير سياحة المعارض وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. وأشار سعادة الوزير إلى أن صناعة المعارض وسياحة الأعمال أصبحت اليوم ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، لافتا بأن التطور الذي يشهده قطاع المعارض في المملكة بات يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية والرؤى الاقتصادية للقيادة والحكومة الموقرتين الهادفة إلى تعزيز موقع البحرين كبلد حاضن للاستثمارات والمشاريع العالمية بكافة المستويات، خصوصا في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها والمظلة التشريعية التي تتميز بها التي تعتبر مصدر جذب لكبريات المشاريع العالمية التي باتت تفضلها للعمل والإقامة ولمقرات عملها الإقليمية.